نعم، عندي سؤال آخر يا شيخ. سأل يا الحبيب. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على أن أجساد الأنبياء تبقى؟ لا 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 يستدل بهذا على أن أجساد الأنبياء تبقى، هذه حالة خاصة، حالة خاصة ولا تعمم، لبيان الله. شيخنا الفضل وبارك الله فيه. وفيك الله.